أعزائي المشاهدين، فن الرزحة فن ذو حيوية دافقة تتعدد أسماؤه بتعدد المواقع التي يقيمه فيها أهل عمان، ومع كل اسم جديد يتخذ هذا الفن العماني الأصيل ملامح جديدة ترتبط بهذا الاسم أو ذاك. من أشهر الأسماء التي اتخذها فن الرزحة في كثير من المواقع العيالة، وهو اسم واسع الانتشار يكاد ينافس في انتشاره اسم الرزحة أو الرزفة. الفروق بين الرزحة والعيالة فروق طفيفة في نوعها، ولكنها لكثرتها تتخذ أهمية كبيرة في التمييز بين الفنين. أهم ما يميز العيالة ويفرق بينها وبين الرزحة عدد وأنواع الآلات الإيقاعية التي تصاحبها. فالطبل الكاسر في العيالة قصير مبطط، وجهاه مكسوان بجلد ثور، والغشاءان تمر بينهما خيوط ربط قوية قصيرة تدور حول الجسم الخشبي القصير. يعلق الكاسر القصير في زند ضاربه الذي يقرعه بخشبة غليظة في نقرات مفردة تحدد بداية الإيقاع الثلاثي الذي يغني عليه الرازفون في العيالة. مع هذا الطبل الكاسر غريب الشكل ثلاثة طبول كبيرة أو أكثر من نوع الرحماني، وعدد من الدفوف قد يكون أربعة أو أكثر، وطاسة نحاسية تسمى السحال، وهذه تدق باستمرار دون توقف في النقرات الثلاث التي تكون الإيقاع في العيالة دون تمييز بين أي من هذه النقرات. هذه المجموعة من الطبول والدفوف والسحال في العيالة يقابلها كاسر واحد ورحماني واحد في الرزحة. مشاهدي الأعزاء، وقبل أن نتطرق إلى بقية الفروق بين العيالة والرزحة، تعالوا معي نستعرض سويا آلات الإيقاع في العيالة. أعزائي المشاهدين، كانت هذه هي مجموعة الطبل الكاسر القصير وطبول الرحماني المتعددة والدفوف، والدف يسمى السماع، والسحال النحاسية التي تتميز بها العيالة. وموقع قارع الإيقاع من مجموعة المشاركين في العيالة موقع متميز، والهيئة التي يصطف عليها المشاركون في العيالة هيئة متميزة، كما أن عدد الرازفين بالسيف أو البندقية أو الباكورة وهيئة حركة هؤلاء تميز العيالة وتعرفها.
لنأخذ هذه العناصر واحدة واحدة. فأما من حيث الهيئة التي يصطف عليها المشاركون في العيالة، فإن ذلك يتوقف على الدور الذي يقوم به المشارك، إن كان يشل الشلة أي يغني شعر غناء العيالة، أو كان يرزف بالسيف أو البندقية أو الباكورة. يصطف الذين يشلون شلة هذا الغناء في العيالة في صفين متقابلين متوازيين، بينهما مسافة كبيرة، لا بد أن يكون بينهما مسافة كبيرة، ويبقى الواقفون في هذين الصفين في مكانهم، لا يتحركون ولا يحركون إلا أذرعهم والبواكير في أيديهم. يمتد بين صفي شلة العيالة صف مستعرض من المشاهدين، فتصبح الصفوف الثلاثة على هيئة حدوة فرس مستطيلة. وأما الذين يرزفون بالسيف أو البندقية أو الباكورة، فهؤلاء كثيرون. في العيالة اثنان اثنان، عفوا، في الرزحة اثنان اثنان، وفي العيالة كثيرون. هؤلاء الرازفون يكونون دائرة تتحرك حول قارع آلات الإيقاع، وكثيرا ما يختلط الطبالون والدفافون وعازف السحال مع هذا الصف الدائري من الرازحين. صف الرازحين الدائري هذا صف يستعرض سلاحه دون أن يشترك أي فرد من أفراده مع آخرين في أي مبارزة. السيافون يقذفون بسيوفهم عاليا في الهواء عدة مرات ويتلقفونها بمهارة. حملة البنادق يلفون بنادقهم في الهواء أيضا في حركة استعراضية رشيقة. وأما حامل البواكير فإنهم يتفننون في اللعب بالعصي في حركات متعددة وجميلة. حتى قارع الدفوف يستعرضون مهارتهم في الضرب عليها وهي في أوضاع مختلفة. تارة يكون الدف إلى أعلى والعازف متجه إليه برأسه وقد انتصبت قامته، وتارة يكون الدف إلى أسفل وقد انحنى عليه جسم العازف. والعيالة مثل الرزحة فن تلتقي فيه قبيلة وافدة لتهنئة أو للمشاركة مع قبيلة مضيفة. وفي البريمي كثيرا ما يفد الأصدقاء ليشاركوا في عيالة أهل الولاية، والضيوف يلبسون زيهم الذي يختلف عن زي أهل عمان. هذه الظاهرة لها دلالة كبيرة جدا. دلالتها هي أن الفنون الشعبية العمانية فنون ذات قوة جذب كبيرة، وأنها أيضا فنون واسعة الانتشار على رقعة كبيرة من الأرض حيثما عاش عماني فيما مضى من زمان قريب أو بعيد. وعندما تقام العيالة في البريمي يفد إليها المشاركون من كل حدب وصوب استجابة لما هو كامن في الفنون الشعبية العمانية من قوة جذب هائلة من قديم الزمان. مشاهدي الأعزاء، ومن أمام قلعة البريمي هذه العيالة.